قضية سمي فرحات راهو حقيقة وصمة عار أخرى تضاف إلى عديد الوصمات في علاقة بثورة شرعت بعد في التهام أبنائها وفي الانتقام منهم وفي الانتقام من كافة أشكال التحركات النضالية وخاصة التحركات المطلبية وخاصة كذلك التحركات الاحتجاجية. حقيقة يعني من وجهة نظر قانونية ملف مركب من كافة الزوايا. عندنا مثلا محضر احتفاظ شيء حشم، محضر احتفاظ بين قوسين راهو فصل 13 مكرر اللي هو يحيد مباشرة للدستور الجمهورية التونسية الثانية، اللي أي خرق ينجم يطال محضر الاحتفاظ هذايا يبطل كافة المرحلة هذه نتاع التتبع. الدراع والأمن سلوكهم ما تبدلش للأسف الشديد، تعاطيهم مع الملفات هذه ما تبدلش، بالنسبة لهم هما الضرورة تبيح المحظور، المحظور هو انتهاك الأعراض، انتهاك الحقوق وخرق الإجراءات الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان المتعلقة بحق المواطن في محاكمة عادلة. وكيقول لك محاكمة عادلة يعني منذ انطلاق البحث إلى غاية إصدار الحكم من طرف قضاء جالس، هذا كل خرقوه في سبيل إيش؟ في سبيل وأنهم يقدموا العدالة مجموعة بين قوسين حسب تعبيرهم هو من الجنات اللي ضلعوا في حرق مقر النهضة. السيد هذايا لا يزي تحرموا، حقيقة تحرم اليوم ندوة الصحفية هذه 4 جوان 2014 يواتي أول نهار نتاع امتحان البكالوريا، تلميذ بكالوريا يعدي في الباك نتاعه في السجون، موش قاعد يعدي، يا ريتو يعدي، لأنه تحرم حتى من إجراء استثنائي يمكنه من اجتياز مناظرة البكالوريا في سجن إيقافه، تحرم منه، محروم من أمه، تحرم سابقا من رعاية أبوه، يعني حقيقة مظلمة. وهاكم تشوفوا تو هذوما هما امثال سامي فرحات، هما اللي قاعدين يدفعوا فاتوره، فاتورتنا الناس الكل، فاتوره قناعاتنا الكل، وفاتوره ربما ارهاصات تاع ثوره مازال تسكننا لتو، ومازلنا مهبله بها، ومازلنا ربما نؤمن انه فما نتيجه ممكن نحقوها لفائده رواحنا وفائده الشعب هذا الكل، فائده البلاد هذه الكل. راهو هذه عينه من عينات كبيره ياسر، وهذه عينه من الخروقات اللي قاعد يرتكب فيها باحث البدايه واعوان الامن بصفه يوميه. الخروقات هذه للأسف الشديد أول مضرين منها مو سامي فرحات، مو الشباب التونسي المحال على القضاء، القضاء بيده هو المضرر منها، لأنه الأبحاث اللي قاعد يقوم بها أعوان الأمن دون ما رقيب ولا حسيب قاعدة تكبل في يد القاضي وقاعدة تقمع في حقه وحق القاضي في الاجتهاد وفي ترجيح أدلة الإدانة أدلة البراءة. الباحث مهز للقاضي كان أدلة إدانة للأسف الشديد، وما يتعاملش بقرينة البراءة كما يقول الدستور التونسي، تعامل موضوعي. الشبيبة الثانية هي تخلص فاتورة، وبأخص الخاصة الشبيبة اللي ظهرها عريان ماهوش محمي لا مدنيا ولا سياسيا ولا شعبيا، وربما اليوم يزلنا نلوموا الناس الكل أرواحنا، لأنه كان اليوم تفطلنا لسامي فرحات بعد 6 شهور من الإيقاف، تفطلنا لسامي فرحات قاعد يعيش وقاعد يرزح تحت مظلمة صارخة، وربما حان الوقت لكي نتكاتف جميعا لرفع هذه المظلمة على سامي فرحات وعلى بقية الشباب الملقى به في السجون دون ما محاكمة ودون ما أدلة حقيقة قوية تقنع وتثني القاضي على أي شكل من أشكال التعسف. سامي فرحات شاب ثائر، في حقه في الفوسفات في قفصة، حقه في التنمية في قفصة، العدالة الاجتماعية في قفصة، اليوم نلقاه وراء القضبان، نلقاه اليوم يطلب أنه حتى في وقت الإيقاف يطلب أنه يعادي البكالوريا نتاعو، يتم رفض ذاك، يتم محضر 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 الجلسه يتم تصحيح عليه بغير ارادته هو، بالضرب بالتعنيف نفس السياسات اللي كنا يعتمدوا فيها النظام قبل ما زالت هي. واليوم سامي فرحات شفنا قبيله في الندوه الصحفيه امه كيفاش متاثره ياسر على سامي، الناس الكل متاثرين، سامي ولا ما غير سامي انسان بكالوريا طامح انه يدخل الجامعه، طامح انه يناظر في الجامعه، طامح انه يناظر في في في, في اسوار الجامعه وخارجها. اليوم نلقاه محاكم، وقتاش المحاكم؟ منش نحكي في بوليتيك، علاش سامي خرج، علاش سامي مشى معاهم، علاش سامي طلع ولا عمل سيني دو فيكتوار وشدوه، وعلى احكي على انه في بكان وطلع. سامي خونا 6 شهور في حالة إيقاف، أصحابي يعدوا في الباك هو في الحبس، سايبولنا تلميذ، عيب عليكم.